اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف اللي منورني في الاستوديو الكابتن اسلام علي نجم النادي الاهلي السابق في كره السله وايضا المدير الفني لفريق الشباب والحصل على بطوله الجمهوريه منذ ايام. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، منورنا والف مليون مبروك. ربنا يبارك فيك. شكرا وشكرا على الاستضافه الجميله في بيتنا قناه النادي الاهلي. سلم، يمكن البطوله دي جت في توقيت مهم، انت كنت مع فريق 18 وطلعت 16 يعني 16 انا اسف، وطلعت قبل مسكت الفرقه دي قبل البطوله يمكن بايام قليله، اسبوعين ونص بالظبط. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عشان امسكهم ولا ايه اللي حصل لما لا تمسكهم؟ لا انا بتكلم ايه اللي حصل عشان في وقت ضيق ما شاء الله تقدر تاخد البطوله. هي وقت ضيق طبعا، دي رقم واحد. رقم اتنين، الظروف كتير صعبه بعيد عن موضوع الكورونا والكلام ده. موضوع الكورونا طبعا ظروف على الكل، لكن الظروف الخاصه بينا الصعوبه في كذا نقطه كده. اول نقطه، الفرقه بتلعب في صاله طول السنه. صحيح. الفاينل اتلعب على ارضيه مفتوحه. عرفنا كده. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا ماسك فرقه قدامي بعد اسبوعين ونص هلعب فاينل جمهوريه، يعني مش هلعب حتى بطوله الجمهوريه من اولها تمهيدي في قبل نهائي ففي تدرج في الماتشات، لا ده فاينل جمهوريه على طول. المفروض ان هم اقوى اربع فرق وصلوا فاينل، يعني مفيش ماتش ضعيف بعد اسبوعين ونص. طب لو انت مكاني هتعمل ايه؟ مش عارف. انا مش عارف اعمل ايه. يعني هيبقى الموضوع هشتغل وخلاص، بس مش عارف اعمل ايه. هتشتغل، بس انت بقى انت عارف طبعا فنيات الباسكت دفاعيا وهجوميا كتير جدا. كتير قوي، ما كنتش اشرف كان بيقول دلوقتي. زائد ان هم جايين من قاعدين من بيوتهم، يعني لازم اشتغل بدني كمان. قول لي في اسبوعين ونص ممكن اعمل ايه بفرقه داخله على فاينل؟ ماتشات جامده. ماتشات جامده طبعا. ف من الجزئيه دي كمان انا لازم اشكر الراجل بتاع مخطط الاحمال بتاعنا كابتن حسن، لان هو برده من دي وان هو مش سايبني خالص. يعني هو قبل ما نبدا نتجمع، لما بدانا خلاص هنعرف ان احنا هنتجمع مثلا الاسبوع اللي جاي والكلام ده، هو من الاول طبعا متابع الولاد عن طريق جروبات الواتس والكلام ده، بيديهم شغل يعملوه. اول ما بدانا نتجمع اول 3 4 ايام كانوا فيتنس بس معايا. طبعا هم وانا موجود طبعا وبتابع واشوف الولاد بيتمرنوا ازاي، بس هو كان يعني انا كان كل همي في الاسبوعين ونص دول ان الولاد يعلوا بدني قوي من غير اصابات. من غير اصابات. الله ينور عليك. الجزء الفني مش حد كتير. والصح اني ما اديش كتير. لان فتره قصيره. صح. لو اديت شغل كتير مش هيحاولوا يحفظوه. ومش هيضحك على بعض، انت مش هتوصل ل 100%. بالظبط. طب بس يا جماعه انا عايز اعرف ماتش سبورتنج، يعني يمكن بس الزملاء يبلغوني ماتش سبورتنج والاهلي دلوقتي شغال، نعرف النتيجه بس عشان نبلغها لجمهور النادي الاهلي. فما كانش ينفع ان انا ادي شغل فني كتير، كان كل شغلي اللي انا يعني همي ليه النهار في الفتره دي ان الولاد يعلوا بدني قوي واحفظهم على قد ما اقدر الشغل الدفاعي. صحيح. مش الهجومي. برافو عليك. لان الدفاع يكسبك بطوله. يكسب، الدفاع يكسب. لو انا بجيب في الماتش 60 70 بونت كاوفنس او كشغل هجومي بس بيدخل فيها 70 80 بونت هتغلب. انما اقدر في الباسكت لو دفعت كويس ممكن في الاوفنس او في الهجوم ادي حاجه بسيطه والموفق خلاص يكمل. فكان كل تركيزي في الفتره دي ان انا الولاد يعلوا بدني قوي واشتغل نواحي دفاعيه، اسلوب جديد هم ممكن ما يكونوش متعودين عليه. او في بعض اللعيبه اللي هي مثلا لعبه منتخبات او لعبه فيرست تيم اهلي ممكن تكون عندها فكره بالموضوع، بس برضو كفكر ممكن يكون جديد عليهم. فكان كل هم الفتره دي ان انا اعلي الفرقه دفاعيا قوي واعليهم بدنيا قوي. تمام. وتقريبا زائد نقطه مهمه قوي قوي قوي، ودي يعني ده اساس شغلي، الدوافع النفسيه والتحفيز. برافو عليك. نحل مع نحل مهم جدا. طب كابتن اسلام، خلينا احنا عملنا تقرير كده ليكوا بمناسبه فوزكوا، خلينا نشوفه واشوفه معاكم مع الساده المشاهدين ونرجع تاني. اتفضل. نجح فريق شباب كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إسلام علي في التتويج ببطولة الجمهورية التي أقيمت منذ أيام قليلة على الملاعب المفتوحة بنادي صيد 6 أكتوبر. تصدر الفريق الأهلوي الدورة التمهيدية من البطولة بعد الفوز على مركز شباب دسوق والشرقية للدخان ومركز شباب النصر وألعاب دمنهور والاتحاد السكندري، لينتقل بعدها الفريق للدور قبل النهائي ويتصدر مجموعته أيضا على حساب هيئة قناة السويس وسبورتينج وسوهاج. ثم استطاع النسر الأهلوي التحليق في سماء البطولة بعد الفوز على جميع منافسيه في المرحلة النهائية منها بعد التغلب على نظيره الأولمبي بنتيجة 49-48
ثم الفوز على الشمس بنتيجة 64-36 ثم الفوز على الجزيرة بنتيجة 55-44. الشياطين الحمر قدموا أداء مميزا ورائعا خلال البطولة وأشاد بهم الجميع، سواء بالروح القتالية العالية أو الأداء المميز على الجانبين الدفاعي والهجومي، وأظهروا صورة مبشرة ومضيئة عن مستقبل كرة السلة الأهلوية. مثل المارد الأحمر في البطولة 18 لاعبا، وهم زياد أسامة، عبد الرحمن حسام، بودي، عمر طارق، أحمد أسامة، علاء محمد، مؤمن موسى، عمرو أشرف، عمرو زهران، محمد نادر، عادل شريف، زياد صابر، آدم الحناوي، محمد وسيم، يوسف المعداوي، زياد الحسيني، يوسف لهيطة، مازن أبو الفتوح، وسيف صلاح. ويأمل مسؤولو كرة السلة بالنادي الأهلي أن يستعين كابتن أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول للرجال بعدد كبير من لاعبي الفريق، أملا في أن يكونوا ذخيرة حية للفريق خلال قادم البطولات. أهلاً.